صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في الدرس أن السحر ينقسم إلى قسمين، سحر حقيقي وسحر تخيلي، فما الفرق بين القسمين؟ الحقيقي يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، وأما التخيلي فهذا إنما هو على الأبصار فقط ولا حقيقة له، إنما هو قمرة وتخيل. نعم، ولا حقيقة له ولا يؤثر على الأشياء. لا، الأشياء هي الأشياء، ما يؤثر عليها. نعم.